ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلم على توقعات النص الثاني من شهر يوليو لعام 2019 لاصحاب برج الثور. اصحاب برج الثور عندكم مفاجآت كتيره، نجاحات عمليا وعاطفيا واجتماعيا، وكمان اللي عنده موضوع دراسي او اللي ناس اللي ليها نتائج الامتحانات او بيمروا بامتحانات عندهم برضو نجاحات خاصه بالامتحانات الدراسيه او الخاصه بانترفيو بالعمل، حاجه جديده داخلين عليها. خلونا نتكلم مبدئيا من التوقعات لاصحاب برج الثور في النص الثاني من شهر يوليو. عمليا عندهم نجاحات عمليه في ترقيه بيمروا بيها، في عندهم كمان حاسين مكافآت مادية خاصة من العمل، وفي شكر فيهم كتير ان هم اشخاص جدانية بتحب العمل، بتعمل بجهد جدا او بجهد جدا، فناس كتيرة بتشكر فيهم، بتساعدهم ان هم يترقوا، ان هم يتغيروا من قسم لقسم، والقسم اللي ينقلوا فيه حاجة تكون يعني افضل. كمان عندهم في انتقال من وظيفة لوظيفة هتكون افضل، عندهم انتقال من حاجة لحاجة، فدي هتكون يعني الانتقال ده في حد ذاته هو هيكون مفيد بالنسبة لهم، وهيكون هيزودهم مكافأة او هيزودهم حاجة مفيدة بمعنى اصح. من ناحية الاشخاص اللي عندهم مشروع خاص ليهم، عندهم نجاحات قوية جدا في مشروعهم، ارباح قوية جدا من خلال مشروعهم. عندكم نجاحات دراسية، عندكم حاجات هتكونوا فخورين بنفسكم من ناحية الدراسية اصحاب برج الثور. اما بقى من ناحية العاطفية لاصحاب برج الثور بالنسبة للناس المرتبطين، عندكم في نوع من انواع عدم التفاهم البسيط اللي هتمروا بيه النص الثاني من شهر يوليو. عندكم رومانسيا افضل او حياتيا افضل في الحياه، الحب او العشق، لكن هيكون عدم التفاهم اللي موجود خاص بحاجات ممكن تكون تافهه جدا، يعني حاجات خاصه بعدم التفاهم على موضوع ممكن تحكوا فيه، فهيحصل عدم تفاهم، فممكن يحصل خلاف من خلال الموضوع ده. لكن من خلاف او عدم تفاهم في رومانسية او الحب، لا، الرومانسية والحب موجودين، هو عدم تفاهم بسيط جدا على خلافات تافهة، على ممكن يكون مواضيع انتوا بتحكوا فيها ويحصل عليها خلافات بس كده. اما بالنسبة للناس اللي لسه مرتبطوش، عندهم في حالات من او نوع من حالات الاعجاب، هم معجبين بشخص وفي اشخاص معجبة بيهم وفي تبادل في الاعجاب، لكن ان يحصل كلام او ارتباط جدي في النص الثاني من شهر يوليو، لا، هو هيكون في بشرة من الارتباط، لكن ارتباط اكيد ما حصلش في النص الاول من شهر يوليو، فهيبقى هيتأجل، لكن البشرة بتاعته موجودة. ده من حيث الناس اللي لسه مرتبطوش. اما اجتماعيا، لا، اجتماعيا هيحسوا ان هم بيتفتحوا اجتماعيا اكتر، بقى عندهم قبول اكتر ان هم يتعاملوا مع الناس، يعني هيكونوا من هيبقوا داخلين شوية في المجتمع وما بين الاشخاص، ودي حاجة هتكون مفيدة جدا جدا لاصحاب برج الثور. ويمكن جديد على اصحاب برج الثور ان هو يكون مندمج اجتماعيا. اما بقى بالنسبة لصحة اصحاب برج الثور، مهتمين انتوا بصحتكم الفترة دي، لكن محتاجين ان انتم تهتموا بغذائكم اكتر، يعني انتم مهتمين او بتتابعوا مع دكاترة، سواء ان انتم بتتابعوا معاهم، سواء كان المشكلة صحية او بتتابعوا معاهم حاجات تكميلية، الا ان انتم محتاجين تتابعوا نظام غذائي يكون صحي ومفيد ليكم. ومن الصحة النفسية لاصحاب برج الثور، عندكم الفترة دي شوية نفسيا متقلبين، عندكم نوع من انواع التوتر، عندكم حاجات حلوة، مكافآت، مفاجآت، حاجات بشرات سارة، تسمعوا خبر حلو، بشرة زواج بحد من اقاربكم او من اسرتكم عائلتكم، او خبر بمولود جديد من اسرتكم، فده حاجة هتسعدكم جدا، الا ان عندكم بعض من انواع التوتر، القلق ده شوية بيعمل عليكم ضغط نفسي وبيتعبكم وبيعمل لكم ارهاق جسدي، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقلل الارهاق ده. ببساطة توقعات سريعة في النص التاني من شهر يوليو لاصحاب برج الثور. طبعا بتمنى ان انا اكون فدتكم، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، بشكركم جدا وسلام.